كيف كان انا كلام اليوم جا لكم فيديو جديد وجبت لكم فيديو جديد وفكرة فيديو جديد. اليوم راح اعمل فيها اختبار الثقة فيكم تقولوا راح احط اكثر ناشف بتحبوه البرينجلز راح احطه قدامه تقلكم طبعا مفتوحة اكلت منها كم حبة هيك هون لكم وراح احطه قدامه وراح اشوف اذا راح تاكل ولا لا على اطلاق. بس الفيديو الماضي طلبت منكم 5 لايكات وصلتوا 7 لايكات وطلبت 50 مشاهدة وصلت 53 مشاهدة اوكي وصل وكان قناتي يعني 0 مشترك صارت 7 مشترك واذا وصلت القناة لل 20 مشترك راح اعمل حفلة لل 20 مشترك وليش المقدمة الزايدة يلا خلونا نبلش. طبعا هلا هون هي راح تاكل اوكي بعرف اذا مبين عليكم تصوير زفت لانه بحط بالكاميرا ابر فين بدي احط النسكلي اوكي يمكن يمشي الحال شوف هون او لا ببين يلا هلو ليتس جو اوكي راح ببين اذا راح تاكل ولا قبل ما نشوف كم حبة بدها تاكل راح قلل جوا لا تاكلي اوكي يلا ليش مقدمة زايدة خلينا نبلش. طبعا راح عيط لها اوكي جوليا تعال شوي جوليا شادة تتنكني ما شاء الله مسرح اوكي تعال قاعدة مشكلة جوليا انا رايح اعمل شغل لا تاكلي منه ماشي انا رايح لا تاكلي شايفك باي لا تاكلي لا تاكلي باي مرحبا اكلت شيء لا في كاميرا هون للمعلومه اوكي يا جماعه هي بعرف انه طول الوقت عم تطلع عليه بس هي عم تطلع على ربعه يعني هي عم تطلع على الطاوله هون اللي ابي اعرف عم تطلع تبع الضوء الفلاش فهي ابدا ما انه شايفيته وابعرف شو خطر لها تشوف اوكي اكتبوا لنا تحت بالكومنتات اذا اكلت ولا لا وبعرف انه الفيديو كتير قصير وفكرته شوي غبيه بعرف انه الشيبس افي تقاوم ولا الشيبس بسيطه رح اعمل فيها انتقام اذا اكلت رح اعمل فيها انتقام بشل بتصور الفيديو الجاي اذا اكلت ولا لا اذا اكلت انتقام يا حبيبي واذا ما اكلت بكون طبيعي لانه بوثق فيها اوكي لا تنسوا لايك شير سبسكرايب يلا خلينا نقول باي.